بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي، ونكمل مع بعض الجزء الثاني من Lesson 1 و 2 في Unit 5 في الوحدة الخامسة. احنا خدنا أول جزء كان بيتكلم على الفوكابولري، عن الكلمات اللي هي الخاصة بالدرس الأول والثاني. النهاردة هنكمل الجزء الثاني في Lesson 1 and 2 اللي هو بيتكلم على الجرامر. الجرامر بتاعنا النهاردة بيتكلم على Phrasal Verbs. يعني إيه كلمة Phrasal Verbs؟ Phrasal Verbs means أفعال اصطلاحية. طيب والافعال الاصطلاحيه دي عباره ان الفعل بيكون فولود باي، بيجي وراه يا اما بروبوزيشن حرف جر او تو بروبوزيشن او حرفين جر او ادفيرب. ادفيرب يعني ايه؟ ظرف. وممكن يجي وراه ادفيرب بلس بروبوزيشن او ظرف وراه حرف ايه؟ حرف جر. المهم ان هو لو جه وراه بروبوزيشن او جه وراه ادفيرب يحصل تشينجينج في المينينج، يعني يحصل تغيير لمعنى الفعل. طب لو ما حصلش تغيير لمعنى الفعل ما يبقاش فريزر فيرب. خلاص يبقى احنا كده متفقين، يبقى الفريزر فيرب بيجي ورا بروبوزيشن حرف جر او ادفيرب. الادفيرب او البروبوزيشن اللي هو جاء ورا الفعل ده عمل له تشينجينج في المعنى، عمل له تغيير في المعنى. طب لو ما حصلش تغيير في المعنى ما يبقاش فريزر فيرب. طب نشوف كده مع بعض الجمل. كلمة لوك، لوك يعني ينظر. طب انا لما اقول لوك ات هل المعنى اتغير؟ ما اتغيرش. ايوه هو معنى ينظر الى. I looked at the screen of my tablet. هل كلمة look at غيرت المعنى؟ هل حرف الجر at غير معنى look؟ لا، يبقى ده مش phrasal verb، يبقى ده ما ينفعش يبقى phrasal verb. طيب شوف الجملة الثانية. I looked after my sister. كلمة look معنى ينظر، جا وراها كلمة ايه؟ after. هل الميننج اتغير؟ الميننج بتاع الفعل اتغير، بقى معناه ايه؟ يعتني بي. طالما الميننج اتغير كده يبقى ده اسمه phrasal verb، بيكون من ايه؟ من الفيرب اهوت وفي وراه ايه؟ proposition. طيب He looks down on us. طيب كلمة looks ده فعل جاي وراه ايه؟ adverb، وبعد كده جاي وراه ها proposition. طيب هل حصل changing في المينينج؟ حصل changing في المينينج، لأن كلمة look يعني ينظر، إنما كلمة look down on يعني ايه؟ بيحتقر أو بينظر بتعالي على الناس اللي هي ايه؟ قدامه. يبقى حصل changing في المينينج، يبقى ده phrasal verb. طيب جملة تانية. I am looking for my keys. قلنا look يعني ينظر. طب لما اقول looking for لما جرى حرف الجر for اصبحت searching يعني يبحث، يبقى حصل changing في meaning، يبقى ده phrasal verb. يبقى ده phrasal verb. الجمله اللي بعدها I look forward to، ادى الفيرب اهوت وبعده adverb وبعده proposition، يعني verb adverb proposition. طيب حصل changing في meaning؟ ليه؟ لان كلمه look يعني ينظر الى، انما look forward to معناها يتمنى او يشتاق، اوكي، او ان هو مهتم بحاجه. look forward to يعني حاجه عايز ايه؟ يسمعها او حاجه عايز يعملها. اذا الايه؟ المينينج حصل له changing، المينينج حصل له تغيير، يبقى ده برضه phrasal ايه؟ phrasal verb. طيب شوف جمله ثانيه. كلمه look up، look up يعني ينظر ايه؟ ينظر ال سوري كلمه look هنا معنى ايه؟ ينظر. طيب look up لو انا جيت معنى ينظر لاعلى يبقى ما حصلش changing في المينينج، انما لو قلت look up لانها تيجي بمعنى ايه؟ يبحث عن معلومه او يبحث عن كلمه في قاموس، يبقى هنا المعنى اتغير. يبقى تعتبر هنا ايه بقى؟ حسب المعنى اللي قدامي. والله هتديني معنى يبحث عن كلمه او يبحث عن معلومه، يبقى ده phrasal verb. طب لو قال لك ينظر لاعلى يبقى ده زي ما هو، ما هوش not a phrasal verb. اوكي؟ يبقى هنا لأن كلمة look up ممكن تديني معنيين، ينظر لأعلى يبقى ده مش phrasal verb، إنما لو قال لي look up بمعنى يبحث عن كلمة في قاموس أو يبحث عن معلومة في كتاب معين أصبحت phrasal verb. Okay, now let's talk about the form of the phrasal verbs. يعني ممكن تكلمنا عن الصيغة الخاصة بال phrasal verbs. قال لك ممكن يجي verb plus proposition. طيب يعني فعل زائد حرف جر، ما ده اللي احنا قلناه من الاول. طيب بس نبدا ان ايه؟ نفصصها بقى الكلام ده، نبدا نعمل جمل عليه. طيب شوف كده found. I found out. طيب كلمة found معناها ايه؟ وجد. بس لما يجي وراها proposition زي out يبقى معناها ايه؟ اكتشف. يبقى كده حصل changing في المينينج واصبح في phrasal verb، اصبح ايه؟ فعل اصطلاحي. يبقى I found out، اوكي، يبقى verb plus proposition. يبقى عشان اعمل verb اصطلاحي او phrasal verb احط حرف جر بعد الفعل، ولازم يكون changing meaning يعني عمل تغيير في المعنى. تمام. او verb plus proposition plus another proposition، يعني ممكن فعل وراه كام proposition
ها تو بروبوزيشن حرفين جر ازاي؟ I don't want anyone to find out about our find out about عندي كام؟ أدا الفيرب عندي اهوت find وأدا out وأدا about two propositions غيروا المعنى changing the meaning يبقوا في the verbs okay. وممكن يجي verb plus adverb يعني ممكن يجي ايه فعل ورا ظرف ما يجيش بقى proposition يجي ايه ها يجي حرف جر بس في شكل ايه ظرف في شكل ايه ظرف اوكي okay. زي I picked up my case and went out أنا pick وأدا up بيك هو الايه الفيرب وادي كلمه ايه اب اب جايه في شكل ايه ادفيرب اوكي طيب يلتقط الايه المفاتيح او يتناول المفاتيح اوكي ممكن اقول اي بيجد ماي كيز اب اند وينت اوت طبعا ده هنتكلم عنه ايه بعدين يعني احنا لو قلنا ان اللي هو الفريزال فيربز ده في منه نوعين ترانسيتيف يعني افعال متعديه وفي ان ترانسيتيف افعال لازم لو كان ترانسيتيف يعني كان فعل متعدي اوكي ممكن إيه ممكن اجيب اللي هو حرف الجر او الادفيرب افتر ذا فيرب مباشره يعني ممكن اجيب حرف الجر او الظرف بعد الفعل على طول او احطه فين احطه بعد المفعول يعني ممكن اقول اي بيجد اب ماي كيس او ممكن اقول اي بيجد ماي كيس واقول بعدها كلمه ايه كلمه اب في فريدل فيربس بتقبل كده وفي فريدل فيربس ما تقبلش يعني الكلام ده لازم يتحفظ يعني لازم ايه تحفظ الايه تعبيرات دي كويس اوكي طيب اخر حاجه قال لك ممكن تجيب فيرب وادفيرب وراها بروبوزيشن دي اخر صيغه الايه ذيس از ذا لاست فورم ها دي اخر صيغه للايه للفريدر فيربس ان ممكن تجيب فعل ورا ظرف وبعدها حرف ايه حرف جر اذا ممكن اجيب حرفين جر او ظرف وحرف ايه حرف جر او اجيب ظرف بس وراه او حرف جر بس اذا دي كلها صيغ اللي احنا قلناها لتكوين الفريدر فيربس شوف كده I look forward to my first day in my new clinic. هو بيتطلع أو هو متشوق لإيه؟ لأول يوم له في الإيه؟ في العيادة الخاصة بتاعته. ها إحنا قلنا look يعني ينظر، جاب بعدها forward غير المعنى خالص معنى أوكي، وبعدها حرف الجر تو يبقى جاب forward يعتبر adverb ظرف وبعدها تو ده حرف إيه؟ جر. أوكي؟ يبقى ده يبقى هنعيدهم من تاني كده الفورمز الخاصة بالفريدل فيربس فيرب بلس بروبوزيشن فعل وحرف جر فيرب بلس بروبوزيشن بلس انذر بروبوزيشن فعل وري حرفين جر زي فايند اوت اباوت وممكن فيرب بلس ادفيرب زي بيك اب وممكن فيرب بلس ادفيرب بلس انذر بروبوزيشن فعل ورا ظرف ورا حرف جر زي لوك فورورد تو طيب هنتكلم دلوقتي على انواع اللي هي types of phrasal verbs يعني انواع الافعال الاصطلاحيه هلاقي نوعين نوع transitive يعني ايه transitive متعدي ونوع intransitive يعني ايه لازم الشغل كله في الترانسيتيف ليه؟ لان في افعال يعني في فعل اصطلاحي لازم حرف الجر بتاعه يجي ورا اوكي وفي بعضها ممكن يسمح ان الايه ان حرف الجر او الظرف اللي هو بيجي وراه ممكن يجي بعد المفعول اوكي وفي بعضها شغال الاثنين عادي مفيش فيه اي مشاكل اطلاق طيب نشوف كده مع بعض نقرا A famous surgeon carried out the operation طيب انا عندي carried out اهوت carried out طبعا ده فريدر فيرب اوكي كان اصل الفعل carry يعني يحمل انما اقول carried out معناه ينفذ perform اوكي او يجري طيب انا عندي هنا حرف الجر جاء بعد بعد الايه الفعل على طول وبعد كده جاء المفعول طب ينفع اخد حرف الجر احطه بعد المفعول مع الفريزال فيرب ده ينفع عادي مفيش اي مشاكل اوكي اقولي مثلا famous surgeon carried the operation out شايفين ادا carried وادا out وادا المفعول فين في النص مفيش فيه اي مشاكل اطلاقا طيب طب نقرا كده مع بعض ونشوف بقى حالات تانية I am looking my case for ما ينفعش اقول I am looking my case for يعني كلمة look for okay look at look up look for okay look after عيلة look كلها لازم حرف الجر يجي بعد الايه ها بعد الفيرب على طول ما ينفعش احطه بعد الايه بعد المفعول زي I am looking my case for غلط امال هيبقى الصح ايه I am looking for my case لازم اجيب حرف الجر بعد الفعل مباشرة ثم المفعول طيب He wants to catch with his friends up. برضو قال لك ما ينفعش. اوكي؟ لازم تحط ها الفعل وحرف الجر بتاعه ها
حرف أو حرفين ورا بعض وبعد كده تجيب الإيه المفعول. الصح بتاعها إيه؟ he wants to catch up with his friends. يبقى كلمة catch up with لازم التلاتة ورا بعض، ما ينفعش أحط المفعول في الإيه في النص. عيلة look كلها اللي إحنا قلناها من شوية، look at، look for، look after، برضه نفس الكلام، لازم يجوا ورا بعض، ما ينفعش أحط الإيه المفعول في الإيه في النص. في عندي بقى some further verbs، بعض الأفعال الاصطلاحية وبخاصة اللي هي بتاخد حروف جر، زي up، they down، they in، they out، they on، they off. هنا ممكن حرف الجر يجي بعد الفعل مباشرة أو after the object أو يجي بعد المفعول، أوكي؟ يعني تنفع كده وتنفع كده، بس لازم يكون الإيه المفعول في شكل noun، في شكل اسم، في شكل إيه؟ في شكل اسم، not pronoun، وليس في شكل إيه ضمير. طب نشوف مع بعض كده. Can you turn the sound up؟ قلت turn وبعد كده جبت المفعول وبعد كده جبت up. هنا الايه حرف الجر جاء بعد الايه المفعول، وممكن اخلي حرف الجر يجي بعد الفيرب بتاعه مباشره بعد الفعل على طول. ها Can you turn up the sound؟ الاثنين صح. طيب she سلمى plugged the speaker in. شفت plugged the speaker in، ادا in جت بعد المفعول ما جاتش بعد الفيرب، اوكي الفيرب بتاعه هو، او تيجي بعد الفيرب على طول سلمى plugged in the speaker. يبقى مع بعض حروف الجر زي up وزي down زي in وout وon وoff، لو كان المفعول في شكل اسم وليس ضمير ممكن حرف الجر يجي بعد المفعول او بعد الفعل، ما فيش فيها اي ايه no problem، يعني ما فيش فيها اي مشكلة. طبعا احنا قلنا بالنسبة لعيلة look، look at، look for، look after، look up، كده كده ها حرف الجر لازم يجي فين؟ بعد الفعل على طول، ما ينفعش يجي بعد الايه بعد المفعول، سواء كان المفعول ده هو ناون او سواء كان بروناون، يعني سواء كان جاي في شكل اسم او كان جاي في شكل ايه ضمير. اوكي يبقى تاني اجين قلنا مع عيلة لوك كلها او مع كلمه كاتش اب ويز، قلنا ايه؟ قلنا حرف الجر على طول لازق في ايه؟ في الفعل بتاعه. طب ينفع تحطه بعد المفعول؟ قال لك لا ما ينفعش تحطه بعد الايه؟ بعد المفعول. زي ما اتفقنا اهوت I am looking them for، غلط، I am looking for them. ما تفصلش ما بين الفعل وحرف الجر بتاعه بالمفعول، ما ينفعش. او زي دي كده look looking them for، غلط، looking for them. اذا ما فصلش ما بين الفعل وحرف الايه الجر ايه بتاعه مع عيلة look او مع كلمة catch up ايه catch up with. طيب انت قلت لنا من شويه يا مستر ان هي الفيربس اللي بيجي وراها اب وداون وان واوت وان واوف، انت قلت لنا ممكن الايه ممكن حرف الجر يجي بعد المفعول او بعد الفعل، بس في حاله لو كان المفعول في شكل اسم نعم. طب لو كان المفعول في شكل ضمير زي مي، زي هم، زي ات، زي زم، قال لك قال لك بحط بختم الجمله بحرف الجر، او معنى اخر بحط ايه بعد الفعل احط المفعول ثم اختم بحرف الايه بحرف الجر. The jacket is making me hot. I will take off it. شوف هنا المفعول جاب شكل ايه ضمير، اوكي خلاص ما ينفعش ايه ما ينفعش احط حرف الجر فين بقى؟ بعد الفعل. اجيب حرف الجر فين؟ بعد المفعول. يبقى في حاله ان لو كان المفعول جاي في شكل ضمير ما ينفعش احطه في اخر الجمله، امال ايه؟ قال لك حطه ما بين الفعل وحرف الجر بتاعه. امال اقول ايه اهو؟ The jacket is making me hot. I will take it off. شايفين؟ حطيت المفعول في النص ما بين الفيرب والايه والبروبوزيشن ايه بتاعه. طب يا مستر لو لو انا حبيت عادي كده احط حرف الجر بعد المفعول او قبل المفعول اعمل ايه؟ قال لك قال لك بدل المفعول ما يكون جاي في شكل ضمير حطه في شكل اسم. يعني ممكن اقول I will take off، sorry I will take off my jacket، او ممكن اقول I will take my jacket off. الاثنين صح. اذا لو غيرت الضمير الى اسم ممكن احط الايه ها المفعول بعد حرف الجر او ما بين الفعل وحرف الجر ايه بتاعه. طيب the fan is off. I asked Sama to switch on it. ما ينفعش طبعا اقول ايه switch on ورا بعض طالما المفعول في شكل ضمير، ما ينفعش اجيب الايه حرف الجر ولا الفعل. خلاص امال تعمل ايه؟ تحط المفعول في النص اهو. I asked Sama to switch it on. بس كده switch اهيت
وبعدها ات المفعول وبعدها حرف الجر في الايه في الاء. طب لو حبيت اخلي الجمله دي صح، هشيل كلمه ات واحط مكانها ايه؟ ها ذا فان. I asked Sama to switch on the fan. صح. اوكي؟ عادي مفيش فيها اي مشاكل. بعد كده نتكلم على intransitive phrasal verbs اللي هي الفعل الاصطلاحي بس الغير متعدي. غير متعدي يعني ما بياخدش اوبجكت. ودي خلاص مفيش فيه اي مشكله بقى، لان احنا قلنا كانت المشكله الوحيده ان الفريزر فيرب اللي بيجي وراه اوبجكت اللي بيجي وراه مفعول احيانا حرف الجر بيجي بعد الاوبجكت، احيانا يجي قبل ما يجي بعد المفعول، احيانا يجي قبل المفعول. اوكي احيانا ما ينفعش يجي الا بعد المفعول، واحيانا ما ينفعش يجي الا بعد الايه بعد الفعل، واحيانا يجي كده او كده مفيش فيه مشاكل. انما الانترانسيتيف بقى اللي هو الفعل اللازم او الفعل الاصطلاحي اللازم خلاص مفيش مفعول فمفيش فيه مشاكل. We hope prices will fall over. Fall over معناه ايه؟ تنخفض. Watch out, you are going to drop the vase. You are going to drop the vase. Watch out برضو احترس خلي بالك، وجايب الجملة بتاعتها. The plane took off او takes off حسب ايه الزمن. I took off my coat. طبعا ده متعدي، طبعا ده ايه متعدي، يعني في افعال تنفع لازمة وتنفع متعدية. هنا هو the plane took off ان الايه الطيارة اقلعت الساعة 4:15، او ممكن اقول I took off my jacket يعني انا ايه خلعت الجاكيت بتاعي او my coat المعطف بتاعي. طبعا الايه عندي الفريزال فيرب توك اوف شغال ترانسيتيف وان ترانسيتيف، يعني شغال لازم وشغال متعدي، يعني ممكن ياخد مفعول يبقى ترانسيتيف وممكن ما ياخدش مفعول عادي ويبقى ان ترانسيتيف. بكده نكون خلصنا درس الجرامر اللي اتكلمنا فيه على الفريزال فيربس الفورم بتاعته والتايبس بتاعه، وان شاء الله الفيديو الجاي هنحل تمارين عليه باذن الله تعالى عشان نثبت المعلومه. يا ريت الكل يشارك في القناه ويفعل الجرس ويشارك الفيديوهات مع اصحابه. Thank you so much.